مساء الخير والسعادة على حضراتكم. طبعا بنتابع جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجولة الأفريقية، والحقيقة أنه بعد عقود من الإهمال يعني شهدت العلاقات المصرية الأفريقية انفراجة كبيرة جدا 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 منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية سنة 2014. الحقيقة شفنا تطور كبير في هذه العلاقات وارتقت لأعلى مستوياتها، وعادت القارة السمراء لتصبح من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية والأمن القومي المصري، وحرصت مصر على ترسيخ دورها المحوري في عمقها الاستراتيجي الأفريقي. الحقيقة أنه مصر هنا حاملة لراية تسوية الأزمات والصراعات، واللي بكل تأكيد هي بتقف عائق أمام أي تنمية أو كمان أي استقرار داخل القارة الأفريقية، وبالتأكيد تعوق التكامل الإقليمي الأفريقي، واللي أكيد إحنا محتاجينه لو هنتكلم عن تنمية اللي طبعا بيستحقها شعوب هذه القارة. حين إحنا بيجمعنا يعني أفريقيا محيط جغرافي ورباط وثيق، ولو هنتكلم في كده فده جسدته الجغرافيا والتاريخ وأيضا الإرادة والإدارة المشتركة ومسألة المصالح المتبادلة، وده بكل تأكيد يؤكد وحدة مصير هذه القارة. حين كل ده أنا مش بقول لحضراتكم كده مجرد كلام أو نوايا طيب، لا ده واقع، ويعني اللي بيحصل واللي احنا بنشوفه حوالينا بيقول إنه ده واقع على الأرض، وده حصل طبعا بتوجيهات انعكست خلال رئاسة مصر وتوجهات انعكست خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سنة 2019، ويعني احنا شفنا تسخير لكل المقاومات المصرية والإمكانات المصرية وخبرة مصر علشان نشوف في حركة في عجلة العمل الأفريقي المشترك، ونحقق يعني كل الدول الأفريقية بقت دلوقتي واعية ليه، وهو مسألة التكامل الاقتصادي والإصلاح المؤسسي اللي بيه نقدر إن احنا نستفيد من ثروات هذه القارة وما يتمش إهدارها زي ما احنا بنشوف. أيضا مسألة منع النزاعات ومسألة إعادة الإعمار بعد هذه النزاعات. واحنا النهارده بنكلم حضراتكم على جوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الافريقيه اللي ضمت ثلاث دول انجولا وزامبيا وموزمبيق. ده دليل تاني الحقيقه على القدر اللي بتمثله افريقيا في عقل القياده السياسيه المصريه وموقعها في دوائر عملها على صعد مختلفه. هنتكلم مع حضراتكم اكتر بشيء من التفصيل عن حصاد هذه الزياره الافريقيه والجوله الخارجيه الافريقيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا دلوقتي على التليفون السفير صلاح حليمه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقيه ومساعد وزير الخارجيه الاسبق. مساء الخير على حضرتك سعاده السفير. ويمكن تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مساله التكامل الاقتصادي واهميه هذا التكامل الاقتصادي بالنسبه لقاره زي افريقيا وتعزيز التبادل التجاري، ويمكن دي من اهم الملفات اللي تم طرحها خلال هذه الزياره، بخلاف طبعا يعني الازمه في السودان والوضع في السودان، انما مساله التكامل الاقتصادي اللي ممكن ان يحقق الرفاهيه لشعوب هذه القاره. لا شك ان هذه الجوله وهي تشمل ثلاث دول في الجنوب الافريقي زامبيا وانجولا وموزمبيق هي لها محورين رئيسيين، المحور الاول هو العلاقات الثنائيه ما بين الدول الثلاث من جانب، والمحور الثاني يتعلق بقمة دول الكوميسا وهو تجمع اقتصادي تشترك فيه مصر مع 21 دولة وعددهم بالإجمالي 21 دولة. لا شك فيما يتعلق بالكوميسا وهو الموضوع الخاص بالتكامل الاقتصادي بناحية أساسية، من المعروف أن الكوميسا بدأت كتجمع تفاضلي ثم أصبح تجمع جمركي ثم أصبح الآن في فترة رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي بصفة خاصة يتجه نحو إقامة سوق أفريقية مشتركة لدول الكوميسا، وهذا أمر بيتطلب قدر كبير من التكامل الاقتصادي ما بين الجانبين. ومصر في هذا الصدد طرحت عديد من المبادرات أثناء توليها لفترة هذه الفترة الرئاسية، سواء ما يتعلق بنا في البنية التحتية أو سواء ما يتعلق في التكامل الصناعي بين دول الكوميسا، وهذا الأمر بالطبع تطلب ضخ استثمارات عديدة في البنية التحتية وخاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا فيما يتعلق بالتكامل الصناعي تم ضخ استثمارات أيضا حتى يتحقق هذا التكامل في القطاع الصناعي، وبالتالي يمتد أيضا ليشمل التكامل في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
لا شك أن هذا الأمر وهو المحور الاقتصادي يعتبر هو الأساس لهذه القمة، لكن في نفس الوقت تطرقت إلى موضوعات سياسية أخرى بحكم أن هذه القمة وهذا التجمع، وإن كان له يعني يقوم أساس على الجانب الاقتصادي، إلا أن له أيضا مردود سياسي. صحيح. وبالتالي كان هناك اهتمام أولا بمكافحة الإرهاب، وأيضا اهتمام بالقضايا السياسية الساخنة سواء أزمة السودان أو بعض القضايا الأخرى، القضية الليبية، قضية الصومال، قضية الكونغو، الوضع في القرن الأفريقي وفي منطقة الساحل، ثم الجانب الاقتصادي والذي تحدثت عنه يزور أساسا حول التكامل الاقتصادي والتكامل الصناعي كمحور رئيسي لتحقيق هذا الهدف، ثم أيضا الحديث عن الجانب الاجتماعي وخاصة قطاع الصحة وقطاع السياحة، صحيح. وهو أمر وهما قطاعين اهتمت بهما القمة، وكان لمصر فرص واعدة لطرح رؤى جديدة فيما يتعلق بتشجيع التعاون في القطاع الصحي بصفة خاصة، سواء فيما يتعلق بتحديث النظم الصحية أو البنية التحتية أو توفير اللقاحات أو فيما يتعلق بالأدوية وتصنيع الأدوية، فضلا عن موضوع السياحة. وطبعا وهذا لقي ترحيبا كبيرا، وساهم في هذا الأمر العديد من رؤساء الدول الذين مشاركين في هذه القمة. صحيح أما سعادة فيما السفير، يتعلق اتفضل. بالجانب الثنائي في العلاقات ما بين مصر وكل من زامبيا وموزمبيق وأنغولا، فطبعا يعني لابد أن نقول أن يمكن العلاقات بين مصر والثلاث دول لم تحظى بالاهتمام الكبير مقارنة بعلاقتها مع الدول الأفريقية الأخرى صحيح. في الفترة الماضية. وبالتالي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الثلاث في هذه الفترة وفي هذا التوقيت هو لفتح آفاق وتدشين العلاقات ما بين مصر وكل منهما في كافة المجالات التي تحدثت عنها، سواء كان المجال الخاص بالأمن والتعاون العسكري وبناء القدرات في هذا المجال، أو مكافحة الإرهاب، أو فيما يتعلق بالعلاقات السياسية في إطار من التشاور والتنسيق بصدد التوصل إلى حلول للأزمات السياسية وخاصة أزمة السودان. أما في الجانب الاقتصادي فطبعا كان هناك اتفاق على ضرورة أن يشمل هذا الجانب تنشيط وتوسيع آفاق التعاون من خلال مشروعات استثمارية وتنشيط العلاقات التجارية، فضلا عن الحديث أيضا عن ما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن المياه. وأعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح نموذج التعاون ما بين مصر وتنزانيا في إقامة سد جوريس صحيح. نوريني ليجسد أهمية التعاون بين الدول الأفريقية، وليس الصراع والتنافس على مصدر مياه يتعلق بالأمن والغذاء ويتعلق بالوجود والحياة كنموذج يجب أن يحتذى به. وأيضا الرئيس السيسي في هذا الإطار تحدث أيضا على العلاقات في المجال الصحي ومجال السياحة ومجال أيضا الخاص بتمكين المرأة والشباب. يمكن سعادة السفير الملاحظ كمان من خلال هذه الزيارة ومن خلال كل من تواجد يعني في هذه الزيارة، مسألة الوعي بوقت التغيير داخل القارة الأفريقية وحتمية وضرورة الاستفادة من كل ثروات القارة الأفريقية لأبنائها ولصالح تحقيق رفاهية يعني شعوب هذه القارة، اللي يمكن أكثر من 40% منها بيعانوا من الفقر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السفير صلاح حليم، نائب رئيس مجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التاسعة. مستمرين مع حضرتكم في حلقتنا، هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بالحادثة اللي حصلت في الغردقة، حادثة القرش اللي يعني أكل السائح الموجود في الغردقة، كان في حالة من الذعر موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. والمشكلة إن إحنا بنتناول الحوادث دي بشكل بنبقى متخيلينه عادي، لكن تناولها على السوشيال ميديا بالشكل ده، وإنه ناس كتير عملت شير للفيديو اللي أكيد ناس تانية كتير قلبها ما يستحملش تشوف فيديو زي ده. الحوادث دي لما نتكلم عنها فإحنا هنا 100% احنا بنتكلم على الغردقة والبحر الأحمر اللي هي السياحة في مصر، اللي الناس هناك يعني رزقهم وأكل عيشهم كله السياحة، عشان كده البلد كلها امبارح كانت يعني واقفة بتحاول إنها تحل الأزمة دي بما فيهم الصيادين بما فيهم كل المسؤولين القائمين على هذه الأزمة. بالتأكيد حدث مأساوي كبير، لكن لازم نفهم ونعي إنه الحوادث دي في مصر حوادث نادرة،
ويمكن حضراتكم تقولوا لي ازاي حادثه نادره، ده احنا السنه اللي فاتت كان عندنا واحده. ايوه، ما احنا يعني خلال كل السنين اللي فاتت كان عندنا كم حادثه؟ في احصائيات، واحنا نرجع لده لانها احصائيات دوليه بتتكلم عن حالات هجوم القرش في السنه اللي فاتت على وجه التحديد. نروح لامريكا، دي الدوله الاعلى، الدوله رقم كان فيها 41 حادثه السنه اللي فاتت زي ما بنعرض لحضراتكم على الشاشه. ده بعدها استراليا كان فيها 9 حالات، مصر كان فيها حالتين، وجنوب افريقيا كان فيها حالتين. يبقى زي ما بقول لحضراتكم حادثه نادره، يبقى لازم يكون في وعي. احنا بننشر ده علشان يعني نقول ايه اللي بيحصل، او نحضر حد موجود في الغردقه. ما هي الشواطئ اتقفلت على طول، الدوله على طول اتحركت، لكن لازم يكون عندي وعي انه في لجان الكترونيه موجوده بتستخدم ده علشان تضر بالسياحه اللي هي فاتحه بيوت ناس كتير جدا. الناس دي ما صدقت انه السياحه ترجع بالشكل ده. احنا كلنا بنفرح لما نشوف سياح من كل الدول، يعني الدول العربيه ودول يعني اجنبيه بقت موجوده في مصر، وعلى وجه التحديد الغردقه وشرم الشيخ وكل البحر الاحمر، دي وجهه سياحيه مهمه جدا جدا جدا. نرجع للحادثه ونتكلم كده في مساله انه ليه القرش ممكن يهاجم البشر رغم ان ده مش السلوك الطبيعي لسمكه القرش. ايه اللي بيحصل وليه الظاهره دي موجوده؟ وهل هي اصلا طارقه لكلمه ظاهره عندنا في مصر، ولا الموضوع ايه؟ هل التغيرات المناخيه ليها يد في الموضوع؟ هنفهم دلوقتي مع المتخصصين. معانا على التليفون دكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي للبحار. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وابرز ملاحظاتك لحادثه القرش في الغردقه، وعلى وجه التحديد ليه ممكن السلوك ده يكون بيحصل واحنا كانت شواطئنا وخصوصا شواطئ البحر الاحمر شواطئ امنه؟ مساء الخير حضرتك، ومساء الخير على الساده المشاهدين جميعا، وانا شرفني بكون مع سيادتك ومع الساده المشاهدين لتوضيح الامر، موضوع اسماك القرش والحادث اللي حصل. بس لازم نرجع حضرتك لبعض المعلومات المهمه اللي حضرتك قلتيها. يعني في نقط مهمه جدا حضرتك قلتيها، لازم نعرف ان اسماك القرش موجوده قبل الانسان، يعني من ملايين السنين، وكان الغذاء بتاعها لا تعتمد على الانسان نهائي. دي أول نقطة. في حوالي حضرتك أكثر من 400 نوع موجودين في العالم من أسماك القرش، وفي أنواع سبيشيز حضرتك أكثر من كده بكتير يعني. فلازم نوضح حاجة، نقطة أهم مهمة جدا. إذا سمكة القرش لا تأكل لحوم الإنسان، أو بتحب إن هي تأكل لحوم الإنسان، فده شيء رقم واحد. النقطة الثانية نتكلم عليها حضرتك، إن أسماك القرش بتأكل إيه طيب؟ بتاكل اسماك القرش حضرتك الكائنات البحريه، الثدييات البحريه والسلاحف واسماك الصغيره الموجوده في المناطق. طيب يا دكتور عمرو، يمكن التغيرات المناخيه، وانا بسال حضرتك هنا، تؤثر على الكائنات المائيه اللي بتاكلها القروش، فده بيغير سلوكها؟ تمام حضرتك. اذا الطبيعه، الوضع الطبيعي لاسماك القرش لا تهاجم الانسان او بتحب اكل الانسان، ده رقم واحد. النقطه الثانيه مهمه جدا، ايه اللي بيحصل بقى حضرتك؟ يعني حضرتك زي حضرتك مثلا، انا بس كنت موضح نقطه زي موضوع الكلاب في الشارع حضرتك. كلاب في الشارع لا تهاجم الانسان، ولكن في كلب معين حصلت له سلوكه اتغير، او الخصائص بتاعته اتغيرت، او تعرض لظروف معينه نتيجه لمسبب ما يهاجم الانسان. صحيح. معنى كده حضرتك ان الناس مش هتنزل الشارع، يعني الناس مش هتنزل الشارع عشان في كلب من الاف الكلاب موجوده. طيب ما هو ده ياخدني يا دكتور عمرو ان انا اسالك، انه الناس عندها حاله ذعر، وطبعا ده طبيعي، لكن مساله معدل تكرار الحوادث ده في مصر يقدر يحولها لظاهره، ولا احنا بعيد عن الموضوع ده علشان نطمن الناس؟ طيب حضرتك نقارن بيننا وبين العالم، يعني امريكا ايلات حتى بتحصل حوادث حضرتك سنويه كتير عندهم في ايلات اللي هو في موجود في خليج العقبه. الامريكا حضرتك المعدلات زي ما حضرتك ذكرتي 40 واحد الافرج السنه اللي فاتت، هل هم دي نتيجه سلوكيات بتتغير لبعض اسماك القروش لاسباب كثيره؟ حضرتك الاسباب الكثيره ديت حضرتك منها زي ما حضرتك بتقولي كمان تغير المناخ. يعني ايه تغير المناخ حضرتك؟ تغير المناخ يعني معنى كده ان عمليه الاعشاب والنمو ونتيجه تغيرات المناخ دي بتقل في البحار، معنى كده ان الاسماك الصغيره اللي بتتغذى على المناطق اللي فيها الاعشاب والاعشاب البحريه بتقل، معنى كده ان حجم الغذاء اللي بتحتاجه القروش بيقل، وبتبقى هنا في الحاله دي
ان هو بيبقى في حاله جوع. يعني مثلا حضرتك نسبه القرش بيحتاج قد ايه في الميه؟ بيحتاج من 1 لـ10% من وزنه. يعني لو وزنه طن حضرتك او 1000 كيلو يبقى محتاج ياكل ما بين 10 الى 100 كيلو من الاكل يوميا. اذا هذا الوضع نتيجه تغيرات المناخ، ما فيش وجود هذا الحجم من الغذاء ليه؟ فده اذا هيؤثر على تغير السلوك بتاعه. ان حضرتك زي الانسان، لو الانسان وهو حضرتك الانسان وهو شبعان غير وهو جعان، وغير ما هو محتاج ان هو يلاقي اكل، فبيتغير سلوكه طبقا لاحتياجاته للاكل. صحيح. رقم واحد. رقم اثنين حضرتك بنتكلم ان هو حسب بعض التصرفات او السلوكيات اللي بتحصل نتيجه الاحمال، مثلا مراكب بتنقل الماشيه في البحار وبتنقله من هنا، لما يحصل نفوق لبعض الماشيه وبترميها في البحر، بيجي احد القروش بياكل هذه الماشيه، فبيتغير اوتوماتيك، بيبدا يتغير سلوكه، وخصوصا لما بيبدا يتغير حضرتك وما يلاقيش الاكل الكميه اللي هو عايزها. فده تاكيد نقطه ثانيه. اللي حصل حضرتك في منطقه السلوك برضه لبعض الصيادين حضرتك لما بيجي عمليه التغذيه بحاجات عشان فيها دم تجميع القروش عشان يصيروهم ويتطوروا، النقطه دي اذا ده بيؤثر بالسلب على سلوك القرش. طب كل ده هيرجع فين بالاخر؟ هيرجع مردوده على ممكن حادثه تحصل زي من ديت حضرتك، لما يجي قرش معين مش لاقي الغذاء بتاعه بيحصل هذا الوضع. في النقطه الاخيره ودي اللي كان ما كانتش هو دي السبب ان هي القرش الاخير، ان هي وضع الوضع البيت لها وبتلاقي اي ده اللي بيفسر وجوده في المكان ده من المياه؟ لا لا حضرتك ما كانتش الحاله دي خالص، ان هي اصلا القرش لما هو دلوقتي موجود في المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد حاليا، وبيتم عمليه التحليل له بكل الخصائص وتحليل الكبد وتحليل المبيض والوضع التناسلي بتاعه والوضع الاحجام والخصائص الفيزيكال بتاعته والخصائص البيولوجيه بتاعته تحت الفحص بالظبط. دي حضرتك فريق علمي متخصص برئاسه يعني الدكتوره سحر مهنا والدكتور هشام هاشم محمد هاشم، فريق جامد جدا موجود، والقرش النهارده الهاجم السائح موجود بالمعهد وبيتم تحليل كامل له بخصائصه، وهيتقدم تقرير خلال 48 ساعه بكل التفاصيل. لكن من الدراسات المبدئيه ان هو دي سمكه انثى حضرتك، وما كانش وضعها في وضع ان هي الوضع البيت او وضع محتاج، لا الوضع ان هي كانت في حاله ما كانتش يعني البطن كانت مش في حاله يعني ما كانش فيها اكل بحجم كافي من الاكل اللي هي محتاجاه. الوضع الهجوم بتاع العسائح اللي حصل، فدي حاجات كلها حضرتك بتؤكد ان الاسباب الوضع تبع يعني لو جينا بصينا حضرتك حتى الفيديوهات اللي بيتفرجوا عليها الساده المشاهدين هتلاقي القرش نفسه في حاله غير طبيعيه. سرعه القرش حضرتك عشان نتخيل ان سرعه القرش حضرتك بتوصل حضرتك ما بين 30 ل 48 كيلو متر في الساعه. دي المتوسط سرعات القرش. سرعه القرش مش عارف في حاله عدم اتزانه بيلف ويرجع وزي ما يكون بيدور على شيء معين مش لاقيه. سلوك غير طبيعي اثناء الحادث. يعني صحيح، اتضحت النقطة يا دكتور عمرو. دكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي للبحار، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، وطبعا احنا منتظرين يعني المزيد من يعني التصريحات بصدد الحادثة دي بعد ما يتم الكشف على القرش لظهور الأسباب وراء هذه الحادثة. لكن بنأكد لحضراتكم انها حوادث نادرة في مصر بالإحصائيات اللي احنا عرضناها لحضراتكم. نروح لموضوع تاني، والحقيقة موضوع بقى مؤثر على حياتنا كلنا، بقينا دلوقتي في فصل يعني المفروض ان هو الصيف، ما كناش بنشوف التغيرات اللي احنا شايفينها دي والعواصف الترابية والكلام ده كنا متعودين عليه في الربيع، لكن احنا دلوقتي بقينا بنشوف يعني مطر في شهر 6، مطر يعني قوي جدا، وبقينا بنشوف مناخ استوائي مش بتاعنا، عواصف ورياح 50 عنيفة المفروض كنا نشوفها في أبريل ومارس بقينا بنشوفها في شهر مايو ويونيو. إيه اللي بيحصل وإيه المناخ الجديد ده وإيه يعني العلاقة ما بين التغيرات المناخية عالميا عامة بالأجواء اللي احنا بنعيشها في مصر، وهل دي تغيرات مناخية جاية لنا من مكان تاني؟ خلينا نفهم إيه اللي بيحصل ونعرف أكتر بالتفصيل، وترى التغيرات المناخية دي مكملة معانا، ممكن نشوف موجات أخرى خلال الصيف؟ نعرف من المتخصصين. معانا دكتور علي قطب أستاذ المناخ وخبير الأرصاد الجوية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني إحنا كنا في تحذيرات من عاصفة
شديدة زي اللي فاتت، لكن الحقيقة امبارح والنهاردة الموضوع أخف شوية. بعض المناطق شهدت يعني برق ورعد ومطر، لكن برضو العاصفة الترابية الشديدة جدا اللي احنا شفناها والأمطار الشديدة المرة دي الموضوع كان أخف. تفسير حضرتك للتغير المناخي اللي احنا بنشوفه بشكل كبير في مصر مختلف على اللي احنا كنا متعودين وعايشين عليه؟ حضرتك وعلى كل المشاهدين والمتابعين مع حضرتك. أهلا بحضرتك. القناة الأولى المصرية. الحقيقة طبعا موضوع المناخ والتغيرات المناخية قصة كبيرة جدا لا يستهان بها. المناخ له عدة عناصر: رياح، رطوبة، حرارة، أمطار، وظواهر جوية مختلفة عديدة، وكل ده مرتبط بالتوزيعات الضغطية. يعني إيه؟ يعني أنا اللي بيأثر على حالة عدم استقرار بيبقى منخفض جوي على سطح الأرض. لو المنخفض بتاعي جاي من الصحراء الأفريقية الكبرى اسمه منخفض الخماسين اللي حضرتك اشرت اليه، بيكون في شهر مارس وابريل واحيانا في النصف الاولاني من شهر مايو، وده حصل قبل كده كتير، والدنيا اسودت في سنه 97 2005 تحديدا. الدنيا ضلمت تماما في مصر ومنطقه الشرق الاوسط لمده 5 دقائق، لذلك ناس قالوا لي يا مقامي. فده بيحصل طبيعي، لكن هو معدلات ما زادتش يعني يا دكتور؟ معدلات التغيرات المناخيه دي دلوقتي مش اكتر من المعتاد؟ لا يا استاذه ليها تاثير طبعا. انا بقول بس ايه، ان دي ظواهر جويه موجوده بتصاحب منخفضات الخماسين المتربه، ونسميه خماسين ليه؟ لانه 50 يوم ممكن تحدث فيه مثل هذه الظواهر. بتبتدي من امتى وتنتهي امتى؟ بتبتدي من اول الربيع اللي هو يعتبر 21 مارس تحديدا، من اول ابريل وشهر ابريل كله ونص مايو، يعني اذا ممكن لغايه 15 مايو تحدث مثل هذه الظواهر الجويه. بس احنا دخلنا في شهر 6 يا دكتور، ولسه كنا بنتكلم مع زمايلنا في النشره وبنسال سؤال، هو احنا انتهى عندنا مساله انه الجو بتاعنا حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء؟ لا طبعا، التغيرات المناخيه غيرت الكلام دوت. هو في يعني حالات عدم استقرار بتحدث. التغيرات المناخيه بتعمل ايه؟ بتعنف مثل هذه الظواهر الجويه. يعني لما تيجي لي ظواهر جويه زي دي بتكون عنيفه، ان تلاقي فيها فصول السنه الاربعه في يوم واحد، ان تلاقي فيها درجه حراره وكميه من الاتربه العاصفه الترابيه حدثت. طب هل هذه بتحدث فين؟ انت حضرتك قلت الاسبوع اللي قبل الماضي كانت مؤثره جدا والاسبوع ده كانت خفيفه. لا، هي ما كانتش خفيفه، هي مكان المركز بتاع المنخفض كان في الجنوب. الاسبوع دوت كان في الجنوب شويه، يعني اقرب لمحافظات شمال الصعيد، عشان كده كانت عنيفه جدا على محافظات شمال الصعيد في المنيا، بني سويف، اسيوط، وكانت عاصفه ترابيه شديده وكان معها امطار غزيره ورعديه. فاذا هو مكانه فين ومدته قد ايه وشدته قد ايه؟ الظواهر الجويه دي مرتبطه بقيم الضغط الجوي. احنا حصلت موجات متتاليه على مدار 3 اسابيع، كل اسبوع خميس وجمعه بتحدث هذه الموجه. صحيح. هي حصلت امبارح في انكسار للموجه دي، النهارده في اعتدال في الاحوال الجويه. احنا لسه في فصل الربيع، الربيع بينتهي في 20 من هذا الشهر، يعني احنا ممكن نقول ان فاضل فيه كمان اسبوع. هل معنى كده ان الموجات الخماسينيه دي طبيعيه؟ لا، مش طبيعيه في الفتره دي، لان المفروض النص الثاني من الربيع بيشبه تماما الصيف. يعني ايه يشبه الصيف؟ يعني في شبه استقرار في حركات الرياح، في شبه استقرار في درجات الحراره، مصادر الهواء بتتغير، ما بيجينيش من الصحراء الغربيه، بيجيني من الجزيره العربيه، المنخفضات اللي هي عبر منخفض الهند الموسمي بتجيني بقى برياح شرقيه، بتبقى الرطوبه فيها مرتفعه، بتبقى اقل ارتفاع في درجه الحراره عندي، وهكذا. اذا مصادر الهواء هي اللي هتختلف في الفترة القادمة. هل ممكن تحصل هذه الموجة؟ هتحصل، ولكن مش بنفس الشدة. طب الموجة انتهت يا دكتور ولا بكرة احنا المستمرين؟ لا، خلاص النهاردة اتكسرت. انا بكلم حضرتك ودرجة الحرارة بدأت تنخفض والمنخفض تحرك جهة الشرق ناحية بلاد الشام وفلسطين، وبالتالي بيبقى منه هنا الرياح الشمالية الغربية اللي جاية من جنوب أوروبا، عاملة نسمة من الهواء الجميل. لو حضرتك بتقعدي بره الاستديو وانت بتروحها هتلاقي ان درجة الحرارة ليلا هتنخفض وتصل ل 21 درجة مئوية. طب شكرا يا دكتور انك بتبشرنا. طب انا عايز اسألك سؤال بيجي في دماغ الناس، اللي بنشوفه من تغيرات مناخية مختلفة وشديدة عن السنين اللي قبل كده، ده بينذر ببداية لتغيرات تانية احنا داخلين عليها؟ أكيد أكيد طبعا، الدول كلها والعالم كله
ومؤتمر الاطراف اللي بيعقد سنويا في كل قاره من قارات العالم وفي كل دوله من دول العالم، واللي بيحضروا رؤساء الجمهوريات على والسيد رئيس الجمهوريه حضر العام الماضي في نوفمبر، بيقر هذا الكلام. ارتفاع درجات الحراره وظاهره الاحتباس الحراري سوف تتسبب في تنوع بيولوجي، وده يعني احنا عاوزين ندرس بقى. كنت حد بيتكلم مع الدكتور عمرو رئيس علوم البحار مصر علوم البحار، هل هي ظاهره بتاعت ان سمك القرش ياكل هذه الانواع البشريه؟ هي قطعا مش ظاهره، ولكن قد يكون التغيرات المناخيه لها دور. لابد ان يكون هناك دراسه على البيئه البحريه صحيح. التي تحيط بالسمك القرش، لان اي كائن حي سواء كان كائن بحري كائن بري انسان حيوان نبات له بيئه خاصه به ينمو فيها ويتزاوج فيها ويعيش فيها. اذا اختلفت هذه البيئه المحيطه بهذا صحيح. الكائن بيحصل له تفاعل، بيحصل له نمو، هيواجه الحياه ازاي؟ زي احنا لما بيجي يحصل تغير في المناخ ما بنحدش من المناخ، لا احنا بنتكيف مع المناخ صحيح. بنتكيف مع الوضع الجديد، ولذلك قد يكون هناك تاثير على التغيرات المناخيه على الكائن هذا الكائن سمك القرش. بكل تاكيد يا دكتور، يمكن التغيرات المناخيه دلوقتي تاثيراتها بقت واضحه على العالم كله واحنا بنعيشها في يومنا العادي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي قطب استاذ المناخ وخبير الارصاد الجوية. الحقيقة انه يعني دلوقتي لا صوت يعلو على صوت المباراة ومباراة اياب نهائي دوري ابطال اوروبا افريقيا عفوا ما بين الاهلي والوداد. يعني مباراة الذهاب النتيجة الحقيقة كانت هدفين للنادي الاهلي مقابل هدف لصالح الوداد، ومباراة يمكن يعني كانت ممكن تشهد اهداف اخرى، لكن فرص ضائعة كتير للنادي الاهلي. ويعني خلينا ما نتكلمش في اللي فات ونتكلم في اللي جاي، وجدل كبير كان حاصل على قرارات التحكيم وشفنا اللي كان حاصل، والسوشيال ميديا تأثرت بشكل كبير، لكن احنا عايزين نطمن على الأهلي في المغرب ونشوف النهائي اللي يلعب يوم الأحد في الدار البيضاء. دلوقتي معانا على التليفون أستاذ محمد جمال الناقد الرياضي، مساء الخير عليك، ويعني لو تنقل لنا آخر الاستعدادات للنادي الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. مساء الخير على حضرتك طبعا، واكيد مباراه زي ما حضرتك قلت مباراه صعبه جدا، مباراه مهمه، مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيتواجد للمباراه النهائيه للمره الرابعه على التوالي، ده انجاز كبير جدا جدا للكره المصريه للنادي الاهلي، يمكن انجاز كان حققه قبل كده النادي الاهلي، زي ما نقدر نقول دايما النادي الاهلي بيحقق حتى يعني بيحاول يكسر ارقام هو قبل كده حققها بمواسم 2005 ل 2008، بس كانت بشره خير ان هو كان كسب 5 و6 وخسر 7 وفاز ب8 برضه. السنه دي يمكن الاهلي كان فاز ب 20 و21 وخسر 22 قدام الوداد، والسنه دي 2023 يمكن بتيجي المباراه في صعوبتها، ان مباراه الذهاب كنا بنامل ان النادي الاهلي ما يدخلش مرماه اهداف، ويمكن كانت النتيجه ماشيه في صالحنا بهدفين، وكنا كمان نقدر نسجل الهدف الثالث او الرابع كمان، لان كانت حاله لعيبه النادي الاهلي كانت مميزه جدا، ولكن شاء قدر ان الوداد يسجل هدف طبعا. الجمهور كان شكله يفرح يا استاذ محمد في يعني المباراه جدا جدا بصراحه، كانت الجماهير بشكل كويس جدا، النادي الاهلي جميل جدا في المباراه، كان اداؤه مميز جدا فنيا من مارسيل كولر، كان دارس الوداد بشكل كويس ولكن وتقدر يتعامل كمان مع الظروف في ظل اصابه محمد الشناوي، كان مصطفى شوبير الحارس الشاب. على ذكر الشناوي، هو هيلعب المباراه النهائيه ولا لا اخر كلام؟ ان شاء الله اساسي محمد الشناوي اساسي في تشكيله النادي الاهلي، وهقول لك التشكيل كالعاده، ولكن يظل مباراه يمكن انا بشوف دايما ان حتى هدف الوداد ده ايجابي صالح النادي الاهلي، لانه يخليه دايما داخل برضو المباراه عنده تركيز اكبر. احنا بنحاول نشوفه ايجابي، لكن يعني ان شاء الله يعني يكون داخلين عندهم حماس انهم يحرزوا هدف شوية. صحيح، هو زود التركيز اكتر كمان من انك تخلصي هنا 2-0 او 3-0 تبقى رايحه ممكن فكه شويه، ممكن بعد ضغوطات المباراه تدخل فيكي هدف مبكر تقلب المباراه، ولكن دلوقتي الاهلي رايح اللقاء هو يعتبر متعادل، يعني فايز 2-1 يعني الوداد لو 1-0 يكسب البطوله، ولكن الاهلي بيلعب على انه يسجل هدف في المغرب، لانه لو سجل هدف هناك في مرمى الوداد صعب الامور تماما على الفريق المغربي. عشان برضه اقول لك التشكيل اللي هيتلعب بيه ان شاء الله يوم الاحد هيكون مش بعيد خالص عن تشكيل الذهاب، هيكون في حراسه المرمى هيكون موجود محمد الشناوي يرجع تاني لحراسه مرمى النادي الاهلي، هيكون قدامه محمد هاني في مركز زر الايمن، هيكون موجود ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم وعلي معلول في مركز زر الايسر، هيكون موجود الثلاثي مروان عطيه وديانج وحمدي فتحي، والثلاثه اللي قدام بيرسيتاو كهربا حسين الشحات. ده تشكيله النادي الاهلي اللي هيخوض بيها مباراه النهائي قدام الوداد. يمكن الوداد داخل اللقاء وعنده اصابه قويه، هو زهير المترجي وده لعيب مميز وكان هو اللي فارق، تاكد عدم مشاركته لانه لسه لحد يعني من ساعه كانوا بيتكلموا عن الاصابه، لكن محدش عارف هيشارك ولا مش هيشارك. لا هو مش هيشارك، هيكون خلاص غايب عن مباراه النادي الاهلي، وظهير هو اللي كان سبب في فوز الوداد الموسم الماضي على الاهلي في دوري هو اصلا كان لعب مباراه الذهاب وهو اصلا كان مصاب الاصابه دي بالظبط، تحامل على نفسه، ف
تظل مباراة صعبة. النهارده كان لعيبة النادي الأهلي في القاعات الإعلامية كان كله طبعا بيتكلم على الجماهير الكبير اللي هيكون من جانب لعيبة النادي الوداد، ولكن لعيبة النادي الأهلي اتكلمت في كلام أنا بشوفه منطقي جدا، لأن طبيعي جدا يكون ضغط ده فاينل دوري أبطال أفريقيا، وإحنا عندنا بقى من الخبرات دلوقتي كلاعبين في النادي الأهلي إن ما بنتأثرش بحضور جماهير كبير، لأن خلاص شفنا الموضوع ده وعشناه لمدة 4 سنين على التوالي. وخلي بالك الجيل الحالي ده 4 سنين ورا بعض موجود في الفاينل، بجانب كمان 2017 و2018 كان في مجموعه كبيره منه موجوده كمان في ظل ما النادي الاهلي وصل لمباراه النهائي مرتين قدام الترجي والوداد وخسروا. فلعيبه النادي الاهلي موجوده حاليا، في لعيبه منها كتير عاشت 6 نهائي دوري ابطال افريقيا، وده رقم كبير جدا 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 لاي نادي في افريقيا ما بيحققوش غير النادي الاهلي. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي المصري، يرجع ان شاء الله بلقب افريقيا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد جمال الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. النهارده هيكون معانا النجم سامح حسين ان شاء الله في حلقه مميزه جدا من التاسعه، استنونا. الحقيقه كلنا بنبص للنجوم ودايما بنفضل نفكر في مشوارهم. نجم الليله مشواره كان صعب، كان مليان مطبات كتير وشقه وتعب واجتهاد، وطبعا الكثير من المفارقات. رحله يمكن يعني خدته من مدرجات كليه الحقوق وصلته للسينما والتلفزيون والمسرح. كل ده الحقيقه خلى ضيفنا النهارده يكون نجم كبير ورا سنين كتير طويله من الجهد والتعب لحد ما يحقق النجوميه دي. اللي الحقيقه ما غيرتوش ولا الاضواء خليته يلبس توب غير توبه، هو بسيط، عنده مبادئ، دايما بيحترم الناس، ودايما يقول انه بيحب الضحك اللي يعني يبهج الناس ويحترم عقله. ممكن بالأسباب دي خلت أنه محدش يقدر ينافسه في شعبيته الكبيرة بين الناس، وعلى وجه التحديد مع الأطفال، لأنه دولة ما بيحبوش غير الصدق. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفنا النهاردة اللي منورنا في التاسعة، الفنان سامح حسين. مساء الخير يا سامح، منورنا. يا مساء التفاؤل، مرسي جدا جدا يا أستاذ هدير. والله ما تعرفيش كم السعادة اللي جوايا أن أنا موجود هنا في التلفزيون المصري، لأن التلفزيون المصري ده هو اللي يعني كون شخصيتنا وكون هويتنا، فأنا مبسوط جدا وميرسي جدا إن أنا معاك. أنت منورنا النهارده والحمد لله على السلامة، أنت لسه راجع من المغرب امبارح بنفس الجاكيت. مهرجان مسرح الطفل في تطوان، وتكريمك هناك، وده يعني قريب قوي من اللي أنا كنت بقوله في الإنترو، إنه الحمد لله أنت يعني إيه واكل دماغ الأطفال الحمد لله. ولسه كنا بنعرض عبودة ماركة مسجلة، وده كان ليه علاقة قوية قوي بالناس وبنعرض دلوقتي صوره كمان التكريم في المغرب. ايوه اهو، احكي لنا كده عن اجواء التكريم وازاي انت شايف التكريم ده للمجهود اللي انت عملته في مسيره العمل الخاص الدرامي بالاطفال. والله يا هدير انا يعني مساله ان انت تكرمي في دوله بره دولتك دي حاجه كبيره قوي. حاجه اكبر كمان ان يبقى مختص بفئه معينه الا وهم الاطفال. يعني الاطفال يبقوا بيتفرجوا على الاعمال اللي في مصر ومرتبطين بيها بالشكل ده. يعني انا رحت قلت ما مش هتلاقي في اطفال عارفين يعني زي الاطفال هنا في مصر، لقيت في كم اقبال، يعني في بهجه وفي اقبال بسم الله ما شاء الله، يعني خضني الحقيقه. فهم مركزين كويس جدا. وبعدين زي ما حضرتك بتقولي، أنا بأول دولة سافرتها علشان أعرض فيها مسرح كانت 97، سنة 97 كانت المغرب. كان دوري صغير قوي في مسرحية كبيرة، وإن أنا دلوقتي في 2023 أروح بأكرم فما بين العامين دولت في رحلة ربنا سبحانه وتعالى كللها بالتوفيق. يعني مجال الكوميديا مجال مش سهل، وانت كان ليك تصريحات كده ليها علاقه بانه الضحك اللي بيحترم عقول الناس، ومساله انه انت بتدخل كل البيوت والاسر، وانت معني شويه بموضوع الاطفال وتربيتهم وشكل تربيتهم، وانه الاطفال بتحبك، ده دي حاجه لله. كبيره جدا جدا، هبه كبيره جدا يعني. الحمد لله. ازاي شايف انه ممكن تشتغل على الاعمال دي؟ وناس يمكن كانت دايما بتقعد تسال، واكيد بتشوف على مواقع التواصل الاجتماعي القبطان عزوز وحشنا، طب هو ما فيش جزء تاني؟ بص انا دايما دايما ببقى حاطط في دماغي اسرتي وهم بيتفرجوا، هل هم هيبقوا مبسوطين ولا مش مبسوطين؟ هل انا هبقى مكسوف والعمل ده بيعرض ولا هبقى مش مكسوف؟ هل هم هيبقوا مع اصدقائهم وابنائي دولت مع اصدقائهم هيبقوا فخورين بالاعمال اللي انا بعملها ولا مش هيبقوا فخورين بيها؟ فببقى مركز جدا جدا في النقطه دي. ومن هنا زائد دراستي، يعني انا بعد ما درست كليه حقوق رحت درست اداب مسرح، لان عندي قناعه ان انا عندي مثلا موهبه تمثيل لازم
أثقلها بالدراسة. دي قناعاتي يعني. فدرست دراما ودرست إخراج ودرست تمثيل، فمن هنا لازم أبقى مركز كويس جدا في العمل اللي أنا بعمله، ودايما بروح لده يا هدير. يعني دايما بقوم رايح، يا سلام الأطفال. يعني حتى في شارل شابلين كمان كان زمان يجي يعمل السينما، وبعد ما يخلص الفيلم بيقوم عامل عرض خاص للأطفال، وبعدين وهو بيعرض الفيلم كده فبيبقى مستخبي ورا ماشي، ويقعد يبص على الأطفال، وبناء على ردود أفعالهم بيعيد مونتاج الفيلم تاني من أول وجديد. فإذا وده رائد الكوميديا في العالم كله يعني. فإذا موضوع الطفل ده حاجة مهمة جدا جدا، وهو النشأ هو اللي طالع، فأنا مهتم بده إلى أقصى مدى يعني. شايفها صناعة صعبة برضو يا سامح؟ طبعا الورق اللي يناسبهم مع طبعا التغيرات اللي حصلت في المجتمع يعني طبعًا. الأطفال ما بقوش هم الأطفال بتاع زمان، الكلام طبعًا. مش هو الكلام اللي المفروض يتقال لهم. التغيير اللي حاصل ده شايفه ازاي ممكن الدراما تعالجه؟ بصي، هو موضوع السوشيال ميديا زائد الدراما بتتطور، والدنيا بقت مفتوحة على بعض، فما بقيناش بس بنتفرج على أعمال مصرية فقط، ودي لها يعني وجهين، وجه حسن ووجه مش حسن. ممكن يغير مفاهيم عندنا لو احنا مش ملاحقين ومواكبين ده. فدايما الطفل احنا بنتخيله اقل ذكاء من عمره، في حين ان لا، هو ذكي جدا وفاهم كويس جدا. فلازم تدخلي بجرأة. يعني المهرجان اللي احنا كنا لسه فيه ده في تطوان، مهرجان دولي، ففي دول كتير بتعرض مسرح الطفل. فكان قائم على او مسمى التغير المناخي. تخيلي يعني ايه يعملوا عروض فنيه عن التغير المناخي للاطفال، زائد ان الاطفال يبقوا متفاعلين جدا وفاهمين كويس جدا، مستوعبين القضيه، مستوعبين كويس جدا. فلا، العمل شاق، خاصه الكوميديا هذه. انا ككوميديان ممكن بموهبه من عند ربنا اضحكك، وبموهبه ثم صناعه ممكن ابكيكي، لكن مش اللي مش كوميديان صعب انه يضحكني. بما انك بتتكلم عن الكوميديا، شايف سوق الكوميديا عامل ايه دلوقتي؟ الكوميديا برضو بتتطور، لكن انا برجع بقول ان الكوميديا الاساسيه او الكوميديا التي لا تتغير هي القائمه على الموقف. يعني بنقعد نتفرج لغايه دلوقتي على الاعمال بتاعه ابو سعود الابياري، اسماعيل ياسين، نجيب الريحاني، بنقعد فؤاد المهندس، عادل امام، لان هو قائم على موقف مش قائم على هزار. كل ما هو هزار هي موضه. يعني ممكن اقوم عامل افيه معاكي دلوقتي الناس هيضحكوا، بس بعد كام سنه هي الموضه بطلت. لكن لو الموقف، فالموقف هو المستمر. فانا بميل للموقف مش بميل للكوميديا الوقتيه يعني. طيب انت المسرح واخد جزء كبير جدا جدا قوي قوي قوي، ومتخيله ان انت اكيد يومك بيتظبط على حسب المسرح. اخر حاجه كانت بتعرض حلم جميل، ودي مع وزاره الثقافه، وكان قبلها في برضو حاجه مهمه جدا سيل، دي كانت مع وزاره التضامن، وليها علاقه بموضوع مهم هو الادمان. مساله ان انت تلف في المحافظات على وجه التحديد، وتروح بقى المحافظات شمال سيناء، وتوصل لحد تروح أسوان، وإحنا هنا بنهتم قوي بمسألة التنوير وثقافة لكل الناس وإنها توصل لكل الناس، ده طبعا عمل شاق جدا طبعا. احكي لنا أكتر عن كواليس المسرحيات دي. بصي أنا وإزاي الناس تستقبلك هناك إزاي؟ الحمد لله. يعني الاستقبال اللي أنا بإخواتي في كل مكان بيستقبلوني بيه يخليني أسافر أكتر من مرة. من زمان هم سيادة الرئيس يعني قال حاجة، إن إحنا ممكن نعرض حاجة اسمها صيف ولادنا. صيف ولادنا دي من حوالي 6-7 سنين أو أكتر يعني، إن إحنا نشغل أوقات أولادنا في المحافظات في الصيف بالعروض الفنية، أيا كانت العروض الفنية دي، بقى مسرح، فنون تشكيلية، غنى، استعراضات. فدي كانت البذرة الأولى ما قبل المشروع العظيم حياة كريمة. فأنا عاشق جدا إن إحنا ما هوش بس أبناء القاهرة والإسكندرية هم بس اللي ليهم حقوق علينا كفنانين يعني، لا، كل المحافظات، بل بقى
لما باجي اروح المحافظات دي بلاقي ردود افعال انا مش متخيلها. يعني لما اجي اسافر بمسرحياتي في الجنوب في وجه قبلي كله، اغرب حد إيه شفته في المحافظات دي قال لك ايه؟ يعني لانه الناس دي ده ما كانش بيحصل عندهم قبل كده. المهرجانات ثقافيه غنائيه ويشوفوا يعني مدحت صالح وهشام عباس، والنهارده يشوفوا سامح حسين جاي بيعرض مسرحيه الاطفال كمان. انا يمكن سافرت وحضرت احد الحفلات، عينيهم يعني بتنور لما لا 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 لا, لا. بصي والله العظيم يا هدير فوق، يعني لو قعدت اوصف لك من هنا للصبح ولا هيقضي الوصف الحقيقي. يعني تخيلي مثلا واحنا بنعرض في الاقصر خمس ليالي، لان في عروض تانية بتيجي بتتوالى، ما هياش بس العرض بتاعي بس. واحنا خلاص بنشيل البوسترات بعد الليله الخامسه علشان نمشي، فتلاقي سيده مسنه جايه وماسكه الافيش بتاع المسرحيه، وبتقوم قايله انتوا ليه هتشيلوا النور من هنا؟ خليه قاعد شويه. النور من هنا. النور من هنا، خليه قاعد شويه. بصي انا جسمي اشعر وانا بقول لك الموقف ده. فدي ده نموذج بان ست على سجيتها شايفه انه الفنون نور. اتفرجي على الصور، وانا كنت بقعد اقول لهم صوروا الجمهور مش تصوروني انا او تصوروا المسرحيه، ما هي كده كده المسرحيه موجوده، بس صوروا الجمهور هم كمان هيفرحوا. وكنت بقعد بعد ما بخلص، عارف اللي هي المصطلحات اللي الناس بتشوفها مكلكعه، تحقيق العداله الثقافيه، هو ده جدا. وبتلاقي كل المستويات يا هدير، كل المستويات موجوده ومستمتعين. تحس ان هنا البلد بكل طوائفها، الغني والفقير، المثقف واللي مش مثقف، كل الطوائف، الست والراجل والشباب والاطفال، كل الطوائف بيتفرجوا على عمل واحد بس ومبسوطين. فانت عايزه ايه بقى اكتر من الاجر ده اصلا؟ والمسرح كمان انتوا يعني بتشوفوا رد الفعل في نفس الوقت، في نفس الوقت. وبعدين حاجه طريفه جدا، بتلاقي مثلا انت، انا بقعد اقول لازم الممثل يبقى مثقف علشان يبقى، يعني انا بقعد ادرس واقرا عن كل محافظه انا هروحها، تخيلي، علشان اعرف مش بس المزارات ان انا اروح ونتفسح انا والفريق وبتاع، لا، علشان الثقافه بتاعتهم عامله ازاي، لان ممكن في جمله هغيرها، في افيه انا هغيره على حسب المحافظة اللي أنا موجود فيها. فهم هيبقوا في منتهى السعادة لما أجي أقوم قايل حاجة بتمسهم هم كأبناء المحافظة، يا ده يحسوا إن أنا قريب قوي منهم، وإن إحنا، وده حلو، مشروع رائع حياة كريمة، إن على قد ما أنت بتشوف يا هدير إن الناس زمان ما كانوش تحس إن إحنا إيه، هي مصر هي الثلاث أربع محافظات دي بس، فين انتوا واخدين بالكم مننا ولا لا؟ فلما تروحي تشوفي دلوقتي في كل، مش قريه بقى، ده كل نجع المد العمراني والثقافي موجود فيها، فبتحس ان بنزود الانتماء، وده اللي احنا عايزينه. من اصغر واحد لاكبر واحد يبقى عنده انتماء لبلده، وهو بالمشروع ده بيحس انه بياخد حقوقه من البلد اللي طبعًا كانت قبل كده حقوق مهدوره. احنا طبعًا هنتكلم يعني بالتفصيل، وعايزه كمان اتكلم عن ذكرياتك مع ثورة 30 يونيو، واحنا يعني في شهر 6، وعلى وجه التحديد كنت بتعمل ايه وقتها ونشاطك في المسرح، لان انا عارفه ان انت كنت بتعمل مسرحيه مهمه جدا في الوقت ده. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع الفنان الجميل سامح حسين. احنا مكملين مع حضراتكم اللقاء الممتع مع النجم سامح حسين، منورنا يا سامح النهارده. ده بنورك والله، ربنا يخليك. ويعني كنا بنتكلم على ذكرياتك مع ثورة 30 يونيو، وانت ساعتها كنت بتعمل على المسرح انا رئيس مع الجميله حنان مطاوع. فتره ما كانتش سهله، والفنانين على وجه التحديد عانوا كتير في الفتره دي. احكي لنا كده كواليس المسرحيه، وانتم ما خفتوش ساعتها ان انتم تعرضوا عرض زي ده بالكلام اللي كان بيتقال على المسرح، وايه ردود الافعال اللي جات لكم؟ لا بصي، ما فيش خوف قصاد خوفنا على البلد، اي خوف تاني هيتلاشى. احنا الخوف الوحيد الخوف على البلد، ان احنا عايزين، ومش بالكلام، يعني انا دايما اقول مش دوري ان انا مش سياسي، لكن انا مؤثر في مجالي. فاذا مجالي التمثيل، فاطلع اقول اللي انا عايزه عن طريق العمل الفني. مش بقول وخلاص يعني. فكانت فتره احنا بنفضي فيها لاي حاجات مش لطيفه، او اي ناس مش لطاف ولا وطنيين حقيقيين، عن طريق المسرح. فعملنا مسرحية أنا الرئيس، وكنت ساعتها في أماكن
كنت بوجه رسائل مباشرة عن طريق الشعر لفخامة الرئيس مباشرة، اللي هو خلي بالك من كذا وإحنا وراك في كذا، ومالكش دعوة بدولت ولا بدولت إحنا. فدي كانت، حتى كنت بقول لمديرة المسرح ساعتها الأستاذة عايدة فهمي تحية كبيرة وخاصة ليها لأنها سيدة برضو مناضلة، كانت ساعتها مديرة المسرح الكوميدي، كانت مديرة المسرح الكوميدي في الفترة دي، ده موضوع كبير في حد ذاته أنه أصلا تكون القائدة وسيدة، سيدة بالنسبة لهم يعني كانت وكانوا حاجة لسه صعبة عاملين يعني. مع يعني الأستاذة إيناس عبد الدايم مشاكل كتير مشاكل صحيح وبتاع. فأقوم قايل أنا هقول الشعر ده، فأنت خايفة؟ فتقول لي أنا خاف؟ لا أنت خايف؟ فأقول لها لا مش خايف يلا بينا. واللي كان بيأكد على مسألة إن إحنا صادقين ردود الأفعال، فبتلاقي ردود الأفعال كلها ردود إيجابية وردود فيها أنا في يعني تقريبا 95% من الأيام الليالي العروض كانت في مناطق معينة بقول فيها الكلام ده أنا كنت ببكي، بلاقي بص عاصفة من التصفيق. الناس كان يعني جواها غضب وكانت بتغلي في الوقت ده، وده دور الفنان بالفن بتاعه، لأن هي قوة ناعمة حقيقية. زي مؤخرا لما عاملين مسرحية اسمها سيل، ده إنتاج برضو حاجة حدث ساعتها يعني دلوقتي إنتاج وزارة التضامن مش إنتاج وزارة الثقافة، وكمان صندوق مكافحة الإدمان، إن بقى في نسبة دخلت الإدمان في الجامعات، فبيحاربوا ده عن طريق الفن، زي حملة إنتقاء المخدرات اللي كان عاملها العالمي محمد صلاح. فدي استكمالا نفس الحملة بس بشكل آخر، إن إحنا نعمل مسرحية وبنلف نجوب فيها بيها الجامعات. وده فكر مميز جدا يا سامح، إنه نتكلم في مسألة زي الإدمان بمسرحية. احكيلي حضرت إزاي للموضوع؟ اشتغلنا على المسرحية ورحتوا جامعات إيه وعرضتوا فين؟ إحنا عرضنا في 5 جامعات والمشروع متوقف عشان الامتحانات، لكن هو جاري بأمر لا حتى نشاط الصيف هنعمله والسنة الدراسية اللي جاية هنعملها، وممكن ندخل بيها كمان مدارس. وكنا بنعمل بعد المسرحية درامية بس بنبين في خلالها في أثناء الدراما ومسرحية ميخائيل رومان، كاتب عظيم يعني، إيه التأثير السلبي على المدمن عامل ازاي، طب ايه اشكال الادمان، طب ايه العلاج بتاع الادمان، انت فاهم قصدي. وبعدين بنقوم عاملين حاجه لطيفه جدا، بنعمل استبيان ورقه كده بنسال بيها بنوزعها على المدرجات. ما كنتش بعرض في مسارح يعني، انا عرضت في مدرجات في جامعه اسكندريه، جامعه قناه السويس، جامعه بنها، جامعه حلوان، فكنا بنروح المدرجات، ودي جرأة مش مني انا بس، من الفريق، ان احنا مش عايزين مسرح يا جماعه، ما يقدم ممكن يقدم في شارع، ما انا عرضت في حوش مدرسه، بعرض في اوبرا، بعرض في المسرح القومي، اعرض في جامعه، فدي ما عنديش خالص مشكله فيها. فده الدور الحقيقي للفنان، ان هو يروح يقدم الرساله عن طريق الفن بتاعه. احنا بيعرضوا لنا دلوقتي الصوره دي من هنا صح؟ احد المدرجات، ويعني ده من اصل ثقافه تقريبا. الجماهير والحضور واستقبالهم للاحداث الثقافيه، عايز اقول لك يا هدير ان اضعاف اللي بيبقوا موجود بيبقوا بره اضعاف اللي موجودين جوه، بيبقوا منتظرين ان يعني يدخلوا، بتلاقي في عروض كانوا بيقعدوا خلاص على حافه المسرح، المسرح يشيل 800 ده بيتلاقي اكتر، 900 ده اكتر، بيبقى بنستخدم بمساعدة الأمن بنستخدم الحتت الفاضية نحط فيها كراسي يعني، لأن هي 5 ليالي، دي مسرحية حلم جميل، ده إنتاج وزارة الثقافة، دي آخر مسرحية ليا، وكان قبلها مسرحية المتفائل كان على المسرح القومي، ودي حاجة كبيرة في السي في بتاعي إن أنا اشتغلت على المسرح القومي، يعني أعرق مسرح في الوطن العربي. يعني انت عملت اعمال كتير ما شاء الله، مسرح وسينما وتلفزيون، لكن ايه العمل اللي انت متخيل ان هو انا لما الناس تشوف ده تقول هو ده سامح حسين، او الاعمال اللي هي، واكيد في اعمال معينه قريبه لقلبك اكتر من اعمال تانية، او حسيت انها قريبه للناس اكتر؟ لا، اللي انا نفسي يوصل اكتر واكتر فيلم عيش حياتك، فيلم انا
ده اللي كتبته لك وسام مراتي. مراتي وتأليفها. ده احنا خدنا قرار ان يعني بعد 2011 ان انا مش هنصرف اي فلوس بره البلد بتاعتنا، اي فسح او اي حاجه جوه البلد، زائد ان انا مش عايز اروح فنادق كبيره، مع احترامي ليهم الشديد انا روحتها وخلاص يعني، لكن انا عايز اروح اماكن محليه. فكنت اشوف ايه البيت اللي اسرته عامله البيت ده فندق، فاقوم رايحه. فلفيت يعني خدت انا البنات ووسام روحتوا فين؟ رحنا بصي لفينا في مصر كلها. عن طريق اللف ده حوالي سنتين يعني قررنا ان ايه، قلنا دي مصر حلو قوي، مش فقط بتاريخها او باثارها، لا كمان بالناس اللي موجودين فيها. يعني احنا مصر محروسه بناسها كمان، يعني مش بالاثار فقط. فقلنا خلاص طب ده هيتعمل فيلم، فقلت لها اكتبي ده، لانها هي دارسه كمان دراما، هي خريجه ألسن فبتدرس دراما الماني يعني. مع تصليح شويه حاجات انا عملتها لها، فعملنا الفيلم بتاع عيش حياتك. رحنا بقى فين يا هدير؟ رحنا سيوه. ماشي. وصورنا مع ناس حقيقيين، حبايبي انا كنت بزورهم كتير، حقيقيين موجودين، طلعناهم في الفيلم. يعني انت بس روحي سيوه وقولي سامح حسين بس، انا عمري سيوه. ورحنا دهب، ورحنا سانت كاترين. واول فيلم روائي طويل يصور فوق قمه جبل موسى كان فيلم عيش حياتك. لدرجه ان كانت في السينما، ان السينما الفيلم يتعرض يقولوا هي دي كروما ولا مش حاسين ان دي حقيقي، صوره حقيقيه. وكنا علشان بيجي في وقت معين ممكن المعدات الجمال يشيلوها لغايه وقت يعني مكان معين كده في الجبل. وبعدين في 750 درجه سلم لازم الجمل ما يطلعش بيها، فكنا بنشيل احنا المعدات بتاعه الاضاءه علشان نطلع السلالم دي ونصور ساعه الغروب. الساعه دي لازم نصورها. وصورنا في الاقصر، واول فيلم سينمائي روائي طويل يصور جوه منطاد في سماء الاقصر العظيمه كان عيش حياتك. وكنا بنقول رسائل مباشره ان مصر حلوه قوي، وبنقابل ناس جوه مصر قد ايه هم اخلاقهم طيبه وقد ايه. فاحنا كنا دايما يعني حتى في الفيلم بنحارب فكره ان في مناطق عامله ازاي، خاصه دلوقتي يا هدير. احنا دلوقتي شاوري لي على مناطق عشوائيه دلوقتي. دلوقتي ما فيش الكلام ده، يبقى ليه احنا مصرين نقول ده؟ لا احنا العكس، نقول الحقيقه، مش عايزين نجمل الواقع. احنا لو قلنا الواقع بس بحياديه هتلاقي مصر دي حاجه عظيمه جدا جدا. فالفيلم ده بص يعني بصي اتكلمت وانا متحمس يعني قوي. ليه حاجه خاصه جدا عندي يعني. والدراما كنا دايما بنقعد نقول في الدراما، يعني لما عملت عبوده كانت مساله ان يا جماعه لان بشوف ده، كنت بشوف ده لان كنت بخرج مسرح فبقابل ناس شباب. فالشباب بيبقوا ايه، عايزين يتخرجوا النهارده يشتغلوا بكره في مكتب وفي تكييف وفي حقهم، بس الظروف ممكن ما تبقاش مواتيه لده، اخلق لنفسك الظروف. فعملت ده، الرساله دي كانت في عبوده، ما اللي هو الفلوس السهله راحت بسهوله. جينا بعد كده اللص والكتاب، كانت قائمه مشكله ان ما فيش انتماء. فعملت الجمله اللي هي بتاعه الانتماء، فخليت التوأم واحد مدرس فطين. تاريخ مدرس تاريخ اللي الاطفال حبيته بشكل كبير جدا جدا. واقول لك على حاجه، اعتقد يعني او ازعم ان اول مره مدرس يشخص الدرس التاريخي كان فطين في اللص والكتاب 2010، لانه كنت بقعد البس الملابس بتاعه الدرس اللي الشخصيه بتاعه الدرس اللي انا عامله. والشخصيه الاخرى كان حرامي فاقد الانتماء خالص. وجينا بعديها حاميه وحراميه، كانت المشكله سائده ساعتها ان القوه هي في الفتره اللي ما كانتش حلوه، ربنا ما يعودها يعني، فكانت القوه هي السائده. فناقشت المسلسل كان بيقول هل قوه القانون هي اللي المفروض تبقى موجوده ولا قانون القوه هو اللي موجود. فعملت التوأم واحد
محامي للحق والتاني قاتل. يعني انت كنت دلوقتي بتتكلم على مسألة انه لو انت عايز تتخرج تلاقي الدنيا سهلة، ده مش دايما موجود. وانت عشت حياة ما هيش سهلة، والنهاردة نجم كبير الحمد لله. شايف انه ده فرق ازاي في حياة سامح حسين؟ ولو ما كنتش عديت بكل اللي انت عديت بيه ده، كان ممكن يكون الموضوع ده ازاي؟ وده انعكاسه ايه على تعاملك مع البنات ومع مراتك، ربنا يبارك لك فيها وسام؟ يا رب يا رب. احكي لي كده يعني. بص انا دايما بقعد اقول لبناتي ان اشتغلوا حتى لو في البيت، لسه اطفال صغيرين، لكن انا عايزكم تشتغلوا. ساعات اقعد اشجعهم يعني. لازم البنات في المسرح كانوا بيتفرجوا عليك، تاخدهم معاك المسرح، مريم وفاطمه. طبعا خلي بالك ان المسرح يا دير ده بيشكل التكوين بتاع البني آدم. وبقول لكل أولياء الأمور لازم يبقى أبنائكم عندهم هوايات، سيبوهم الهوايات بتاعتهم حاجة كويسة، حاجة هتنمي وهتكون شخصيتهم، هتخلي شخصيتهم قوية، ما هيش شخصية مهترئة يعني. فده المسرح مهم جدا، واللي بتعمله وزارة التربية والتعليم مؤخرا في إحياء المسرح المدرسي ده شيء يعني يستحق التقدير يعني. الخلافات الأسرية اللي بقت موجودة بشكل كبير في كل البيوت المصرية واللي بتأثر بكل التأكيد على الأطفال، شايف إزاي ممكن الناس تتعامل مع ده والفن يتعامل مع ده؟ أنا آخر فيلم ليا لسه منزلش اسمه سندوتش عيال، لأن اشتغلت فترة محامي، فخاصة مؤخرا كمان لقي مشاكل. وانت دخلت حقوق الأول عشان كنت يعني عايز تشتغل، خايف الفن ما يأكلش عيش؟ لأنه أنا ما كنتش في الفن أصلا في قبل حقوق. يعني أنا كنت بحب القراية، ما كانش في دماغك خالص يعني. خالص يا دير، يعني أنا عاشق للقراية من وأنا صغير، أقعد أحوش الإيه، كان سور الأزبكية ليه فضل على ناس كتير قوي من جيلي. 25 كتاب ب 5 جنيه، فحوش 5 جنيه واحنا من اسره فقيره، احوش ال 5 جنيه اروح اشتري الكتب واقعد اقراهم، لغايه لما جه مره تحت ايدي كتاب هي مسرحيه لعلي احمد بقى كثير، فحبيت المسرح من حكايه القرايه يعني. ف بس كنا بنقول ايه؟ كلام كله فيه حماس، لانه يعني انا بص باخدك من موضوع لموضوع، بس الحقيقه عندي اسئله كتير جدا نتكلم فيها. كنت بكلمك على مساله انه ازاي الفن ممكن يعالج الخلافات الاسريه اللي بتحصل، ويكون لي رسائل للطفل. وانت كنت بتتكلم عن فيلمك الجديد سندوتش عيال. برافو عليك يا دير. سندوتش عيال ده بيناقش برضه زي ما انا بقول لك، لازم الفنان يبقى محمل برساله. واي حد يجي يقول لك اصل الفن مش رساله، لا يا جماعه، عارف انت الفنان مش قدوه، لا والفن مش رساله، انت فين من الكلام ده؟ ازاي هو مين اللي يعني دلوقتي مين اللي بيعلم اولادنا اصلا؟ مش الفن، مش المسلسلات، مش الافلام. فده شيء خطير جدا جدا يا جماعه، ما هياش حاجه سهله خالص يعني، لازم نعي كويس جدا لده. علشان كده بقول لكل الفنانين لازم ياخدوا بالهم ان احنا معلمين قبل ما نكون فنانين. المهم نروح لسندوتش عيالك. الظاهرة مؤخرا ان في مشاكل كتير وفي انفصال كتير، في حالات طلاق بقت مؤخرا كتيرة قوي يعني. انا اعرف ناس كتير جدا بقى في المشاكل دي. ماشي، هم ليهم حقوق يعني، انا ليا حق ان انا اطلق، وهي ليها حق ان الاطفال مالهمش حق، لكن الاطفال بقى فين؟ ما يتأثروش بالشكل. وانت كان ليك تجربة شخصية عانيت فيها طول حياتك، فعلشان كده عملت الفيلم ده. تأثير السلبي من المشاكل، إذا كانت مشاكل بقى لفظية، أو إذا كانت مشاكل تصل إلى المحكمة، أو تصل إلى أن يبقى في حالة انفصال. فالفيلم بتاعي مؤخرا كان يا رب ينزل قريب إن شاء الله. إحنا يعني متحمسين ومستنين يا رب يعني. سامح النهاردة بعد المشوار ده تقول لي مين شكرا أكرمك ساعدك من البداية يعني؟ بقول لكل حد علمني، بس من البداية طبعا والدتي رحمة الله عليها، وخالي رحمة الله عليه، ومؤخرا بقى دي سيدة فوق راسي، وسام. هي وسام على 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 جبيني يعني، ما شاء الله. يا بختك يا وسام، يعني كل الستات النهارده هتقول لكل لجوازها عايزين تقول لنا زي ما سامح حسين قال لوسام. وخلي بالك ده شيء مهم جدا، لان هي لو مش موفرة
أي حد مقبل على الزواج لو مش واخدين بالنا من بعض ونوفر لبعض الجو المناسب ليها هي نفسها في البيت ونساعدها، أو لي أنا في الجو المناسب عشان أعرف أشتغل، الحياة مش هتستقر. مش هنبقى واخدين بالنا، يعني احنا بنقعد نطالب بعض ان احنا عايزين نرتقي بالمستوى الاجتماعي. طب ازاي هنرتقي بالمستوى الاجتماعي او اقتصادي واحنا المستوى الاجتماعي بتاعنا يعني مش قد كده يعني. واي حد يا هدير ساعدني انا بشكره جدا، وشكر كبير جدا جدا. وكل مره بقعد اقولها في اي مسرحيه ليا في النهايه بعد التحيه بقوم قايل ان التحيه بتاعتنا الحقيقيه هي مننا احنا كفنانين للجمهور، لان لو الجمهور ملهوش فضل علينا احنا ما كناش او مش موجود في ظهرنا احنا هنبقى انا بعمل ايه المنتج بتاعي؟ المنتج بتاعي الفن. طب مين اللي بيروح لمين؟ للجمهور. انا ممكن اعمل منتج وما يروحش للجمهور، يبقى انا ما اسويش حاجه ساعتها. طيب سامح، مؤخرا كده شفنا ظاهره اعتزال بعض الممثلين، وده بيتقال على السوشيال ميديا لقله الاعمال، لانحصار الاعمال. تشوف ده ازاي؟ بصي انا دايما يا هدير يعني ايه، الظروف صعبه وعلينا كلنا وفي كل الدنيا في العالم، والظروف في الفن عندنا مثلا بتبقى صعبه، لكن انا ما بقعدش بقى اعول دايما على الظروف. لا، انا بخلق اللي انا عايزه. يعني انا بعيد عن الدراما، يعني المسلسلات، طيب ما انا ممثل، ما المسرح فاتح لي بيبانه، طب ما اشتغل مسرح، السينما فاتحه لي بيبانها، طب ما اشتغل سينما. وطالما الشغل حلال ومهنتي ايه المانع ان انا اعمله؟ لغايه لما الدنيا تلف ويبقى الاضواء في المسلسلات ترجع تاني فهشتغل تاني. لكن انا ما اقعدش بقى اقعد اقول اصل انا كذا، اصل الدنيا كذا. انا بكره جدا جدا ده خالص، يعني اللي في ايدي بعمله وبدعي. الدعاء ده حلو جدا، يعني الدعاء ده بيغير القدر. يعني انا اتبسطت قوي بوجودك النهارده. خير. اخر حاجه، انت اتفرجت على ماتش الاهلي والوداد اللي فات في المغرب؟ يا هدير في المغرب. يعني قول لي كده كان احساسك ايه، وكنت بتسقف لما يجي جون ولا كنت بتعمل ايه؟ لا بستخبى يعني. وبعدين انا ومشهور هناك يعني مش عارف اقول لهم انا مش مصري يعني. لا يعني هم لطاف جدا، يعني بنقلب الموضوع بشكل لطيف. وكنت بس يعني ايه بتفرج، واول ما يجي جون انا عامل زي رأفت الهجان، فاكر رأفت الهجان؟ فببقى فرحان من جوه بس عادي، مديها فلات يعني، انت فاهم قصدي؟ فهو شعب جميل. انا من هنا من تلفزيون مصر بحيي كل شعب المغرب يعني. ودايما احنا بنقول يا هدير ان المنافسه لازم تبقى منافسه شريفه. صحيح. ما هياش لازم ابقى انا الاول وانت التاني، لا خالص، المنافسه وفي بيتها كلنا. والله اتشرفنا وتنورنا بيك النهارده يا سامح، والروح الحلوه الطيبه دي ضافت لينا كتير النهارده. ربنا يحفظك يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا نجم سامح حسين على وجودك النهارده في التاسعه. كتر خيرك يا رب، وانا ليا كامل الشرف وعظيم الفخر ان انا موجود في التلفزيون المصري، ومبسوط جدا ان انا معاك يا هدير، لان احنا اصدقاء واخوات، وانت على المستوى الانساني رائعه جدا، وعلى المستوى الفني انت مهنيه شاطره جدا. ده تواضع النجوم. لا، وده سمت كل الناس، ده سمت كل الناس اللي بيشتغلوا في التلفزيون المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا يا سامح بالجاب عن كل بيت مصري النهارده، انك كنت موجود معانا في التاسعه. شكرا جزيلا على وجودك معانا النجم سامح حسين. يعني خير ختام النهارده في التاسعه ان انا نشوف الضحكه الحلوه دي لسامح حسين. واسيب حضراتكم دايما على الف خير، واشوفكم دايما بخير.